خوتي خواتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. لعشاق لي زابارتمون اللي ما فيهمش الفيزافي، لعشاق لي زابارتمون اللي كيكونوا قرابين الشارع الكبير، لعشاق لي زابارتمون الكبارين بالمساحه الكبيره والموقع الراقي. هاد لابارتمون هادي فين جات؟ هاد لابارتمون جات في الزموري واحد، الدخله ديالها من على الشارع الكبير ديال الشارع اهلا، كتبقى قريب لكم اهلا، قريب لكم مرجان، قريب لكم طريق الرباط، يعني كاع المرافق العموميه اللي قرابين لاهلا كيبقاو قرابين لهنايا. هاد لابارتمون فيها 84 ديال المترو، جوج الواجهات، الواجهات بجوج بهم على الزنقة، يعني ما عندكمش نهائيا الواجهة اللي في وسط العمارة أو في وسط الباتيو. جوج البيوت كبار، صالون، سيجور، كوزينة، وجوج ديال البالكونات. هاد لابارتمون كيف ما قلت لكم فيها 84 ديال المترو في الزمودي واحد، والدخلة ديالها من على الشارع الكبير ديال الشارع أهلا، كطلع على الجردة، والدخلة ديالها حتى هي مبهجة وحتى هي كتدخل على الجردة. دابا غادي نمشيو باش نوريكم الصاله ديال هاد لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم فيها 84 في المترو. هنا كاين الدخله ديال الدار، يعني ان فوا كتدخل كتلقى هاد الكلوار هذا الكبير اللي المساحه ديالو كبيره تبارك الله، تقدر تيكون هنايا قنصله، بلاكار ديال الصباب، فيترينا حتى الفوق، يعني على حسب كل واحد وكيفاش غادي يبغي يزوق هاد الدخله ديال الدار. من ناحيه الاصلاحات، هاد لابارتمون راه 10 سنين ما تقاصرش بالاصلاحات، يعني كيف ما كتشوفوها كانوا الناس ساكنين هنايا، الوالده ديالهم كبرات ومبقات شي قادره على انها تسكن ابارتمون ما فيهاش لاسانسور. حق هاد لابارتمون الدراج فيها قليلين، وجات غير في الدوزيام ايطاج، فوق منكم جوج ديال لي زيطاج، وابارتمون على جوج الواجهات بجوج بهم على الزنقه. من بعد ما كتدخلوا من الدار نمشيو نشوفوا الكوزينه. انت كتدخلوا كتلقاو الكوزينه على يدك الشمال، كتدخل كتلقى الكوزينه اللي حتى هي المساحه ديالها كافيه للاستغلال، حيت كيف ما كتشوف هنايا راه كاينه واحد الوسعيه اللي تقدر تجيكم مثلا ثلاجه، ماكينه تصبين او تعملوا فريغو هنايا. والكوزينه كيف ما كتلاحظوا كامله مولات الدار كانت عملات هاد البلاكارات هادو من الفوق اللورنيه، وعاد كاينين بلاكارات اللي من تحت اللورنيه. اذا لاحظتوا غتلقاو بان الكوزينه عندها جوج بيبان، الباب اللي كيدخل المدخله ديال الدار، والبيت ديال الوالده ديالهم كان اختاروا انهم حتى هي يعطيوها لاكسي من الكوزينه. من بعد غادي نمشيو نشوفو داك البير الاولاني. هاد الكوزينه هادي عندها هاد الموطه، هذا اسباس كيبقى بحال بالكون الاولاني اللي تقدروا مثلا تعملوا فيه بالكون، تعملوا فيه ماكينه التصبيغ، وعاد زادوا هاد البالكون هذا الثاني اللي كيف ما كتلاحظوا حتى هو المساحه ديالو كبيره وكافيه للاستغلال، وحتى هو كيطل على الزنقه، يعني ما كتطلش على الباتيو على وسط العماره. كيف ما قلت لكم ابارتمون المساحه ديالها كبيره 84 متر، والثمن ديالها جد جد مناسب، والمفاجاه الديكلاراسيون توتال، خذها كريدي تهنى من الكرا. وهانتي الا كتاخذ ابارتمون في مجمع راقي قريب لاهلا بزاف، يعني تمشي لاهلا غير على رجليك، مرجان حتى هو تمشي ليه على رجليك، والمواصلات راه هنايا كاين طوكسيه كبارين صغارين ترمبيات، جميع المواصلات كاينين هنايا. من بعد ما كتدخلوا كتلقاو عندكم سيجور، هو هذا اللي المساحه ديالو كيف ما كتلاحظوا هي هما كان هنايا عاملين كنابي الطبيله ديالو، الحق كل واحد وكيفاش غادي يبغي مثلا يفرش الدار ديالو. وعاد عندكم الصالون اللي تبارك الله واسع كبير مشمس، الصالون اللي غادي تدخل لكم الشميسه راه باقا كتدخل حتى لوسط الصالون، يعني المساحه ديالو كبيره معتبره. اختاروا انهم الصالون ولا السيجور كامل يعملوا فيه هذه النوعيه هذه ديال القبص، كامل مقبص هذه النوعيه هذه. القبص اللي كيف ما كتلاحظوا كيبقى يعني تقليد ديال اي دار، ضروري ما كتلقاو فيها القبص. كاين اللي غادي يبغي غير يصبغوا كاين اللي غادي يبغي يدير لي سبورت، على حساب كل واحد والفكره ديالو وكل واحد شنو غادي يبغي يزيد يصلح في هاد الدار. بالحق الثمن اللي غادي تخلي به مولات لابارتمون هاد الشقه راه تصلحوا به، تعملوا ديكوراسيون، تفرشوا به، يعني عندكم ارامل تزيدوا. علاش؟ حيت هنايا راه كنبيعوا هنايا ب 70 75 مليون، بعناهم هنايا بلي سبوت، يعني فيهم شويه الصباغه. بحق الثمن هاد لابارتمون مفاجاه غادي يبقى لكم فين تصلحوا وتفرشوا وتزيدوا تعمروا حتى الثلاجه. دابا غادي نمشيو مباشره
باش نشوفوا لا بارتي الثانيه ديال هذا الدار. يعني كيف ما لاحظتوا راه لا بارتي اللون راه كبيره، فيها صالون، سيجور، كوزينه، البالكون الاولاني والثاني، يعني غير المساحه الاوليه ديال 84 راه واخده النص ديال لابارتمون. قبل ما نشوفوا لا بارتي الثانيه نعطيكم غير افكار شنو يقدر يجيكم في هذا الدار هذه. تقدروا مثلا تعملوا جوج فريشات هنايا، تعملوا كانابي سو فورم دو ال بالطويله ديالو، اولا تعملوا طابلا مونجي هنايا، بعدا غادي يجيكم صالون مودير. اما في هذا الاتجاه الاخر الصالون الكبير راه غادي يهز لكم شي 6 سدادر اولا 5 سدادر بالكوانات ديالهم، جوج طبلات والميسيتات، يعني الصالون المساحه ديالو كبيره والطاقه ديالو كيف ما كتلاحظوا كبيره، غتدخل لكم الشمس حتى لوسط الصالون وعاد الاطلاله على الطبيعه، ما عندكمش الفيزافي نهائيا لا من هذه الواجهه ولا الواجهه اخرى. يعني كتبقى ابارتمون للثمن ديالها مناسب، ايطاج الثاني ما عندكمش حتى الدرج بزاف، وكتبقى ابارتمون اللي مشمسه وفروجيه وقريبه بزاف لجميع المرافق العموميه والخصوصيه. هنايا اذا لاحظتوا هاد البيوت هاد الناس اختاروا انهم يعملوا هاد التقويصه هادي، يعني تقدروا مثلا تعملوا شي رواق شي باب على حسب كل واحد وكيفاش غادي يبغي يسد هاد لا بارتي بريفي ديالو. نمشيو نشوفوا بعدا، نشوفوا لا شومبر الاوليه اللي تبارك الله المساحه فيها كبيره، تقدر تجيكم هذه الشومبر بارونتال علاش حيت فيها البالكون كبير ديالها، اولا تقدر تعملوها بالدكلاس بالعواول على حسب كل واحد وكيفاش غادي يبغي يفرج هذا البيت هذا. واخا هو صراحه الله راه فيه الماريو ديالو ديال جوج البيبان بالسده ديالو، يعني ما غاديش تحتاجوا نهائيا انكم تزيدوا الاسباس ديال الماريو. وهنايا تقدر تجيكم شي طاوله ديال التلفازه اولا التلفازه، هما كانوا عاملين التلفازه هنايا. وعاد عندكم البالكون اللي المساحه ديالو تبارك الله كبير، راه تجيكم فيها الطبله وثلاثه ديال الكراسه، مساحه كبيره ديالو كيف ما كتلاحظوا راه داخله شميسه. بغيتو تنشروا هنايا نشروا، بغيتو السطح كاين سطح مشترك تقدروا انكم تنشروا فيه، مهم بالكون كاين وكبير. وهذا البالكون الثاني ماشي البالكون الوحيد اللي كاين في لابارتمون. من بعد ما شفنا لا شومبر الاولى نخليكم تشوفوا الحمام. الحمام تبارك الله حتى هو المساحه ديالو كافيه للاستغلال، فيه البانيو تواليت ولافابو ديالو مزلج حتى النص، والمساحه ديالو كبيره. يعني حتى اذا بغيتو تحيدو البانيو وتعملو غير الدوشه غادي تبقى لكم موطا، اذا بغيتو تعملو فيه لي بلاكار اللي كيكونوا خاصين بالحمام او لا تعملو ماكينه التصبين هنايا. مساحه تبارك الله راه كبيره، وكل واحد وكيفاش كيبغي يستغلها على حسب الذوق والاحتياج ديال كل واحد. كاين اللي كيبغي البانيو، كاين اللي كيبغي الدوشه، كل واحد شنو كيبغي، الاذواق تختلف. وبالحق ابارتمون كبيره 84 ديال المترو، والاهم انها مشمسه نهار كامل، والواجهات بجوج بهم هنايا على الجرده ولهيه على الشارع، يعني بجوج بهم الواجهات ديالهم على الزنقه، يعني ما عندكمش الواجهه نهائيا على الباتيو. والدخله المجمع راه ان فوا كتدخل على شارع اهلا كتدخل المجمع، يعني دخله سهله وراقيه. كيف ما كتلاحظوا كل واخ هذا اللي كيجمع ما بين جوج بيوت هاد الناس، حتى هو اختاروا انهم يعملوا له هاد الفلوره هذه، عملوها له في السقف. بحق كيف ما قلت لكم لابارتمون هنايا راه كيتباع ما بين 70 75 مليون، الثمن ديال هاد الشقه مفاجاه غادي تعرفوه في اخر الفيديو. لابارتمون الغرفه الثانيه اللي عندنا، عندنا هاد الغرفه اللي حتى هي انا جاتني هادي كبر وقيله من اخرى اللي دخلنا ليها في الاول. المساحه ديالها كبيره، تقدر تكون فيها جوج ديال الكامات سيباري بالماريو بالبيرو هنايا، يعني راه المساحه ديالو كبيره. او حتى اذا بغيتو تعملوه بالدكلاس راه غيجيكم ضايل بربعه ديال السدادر، علاش؟ حيت كيف ما قلت لكم كانوا عملوا لاكسي للكوزينه على حسب الوالده ديالهم، يعني هنايا كانوا عاملين بالدكلاس وعملوا لاكسي للكوزينه من هنا بلا ما تدخل على الضياف الدور، عاد تطلع على الضياف وتخرج من الصالون وتخرج للكوزينه. يعني فكره ديالهم كانت هكا، كل واحد والفكره ديالو كيفاش غادي يبغي يبدل في هاد الدار. المهم انها 84 ديال المترو وجوج الواجهات جوج بهم على الزنقه، يعني الشمس كتصبح فيك وكتشرق فيك. واهم حاجه اخرى انها الايطاج الثاني، يعني ما عندكمش حتى درج بزاف. هاد لابارتمون جات في الزموري واحد، قريب لكم اهلا، قريب لكم مرجان ديال طريق الرباط، قريب لكم ملعب ديال الكره، قريب لكم الاتجاه الاخر البرانس الثانيه
البرانس الاولى قرب لكم مركز الحليب، الدخله ديالها دخله كبيره على الشارع ديال الاهلال، وكيف ما قلت لكم رجعت غير في الايطاج الثاني 84 ديال المترو. الثمن ديال هاد الشقه هذه المفاجاه هو 63 مليون فقط. ايوا كيف جاتكم همزه ولا ماشي همزه؟ 84 مترو غير 63 مليون، وديكلاراسيون توتال، واكثر من هكا مع ابيتو طونجي ما كاينش شي همزه اكثر من هكا. فسارعوا للاتصال بهاد النمره هادي باش ما تفوتلكمش الهمزه، تجيو تشوفوها وتاخذوها علاش لا. ما تنساوش تكونتاكتاو معنا في الايميل ديالنا contact@avitotanger.com اولا على الفيسبوك ديالنا افيتو طونجي 2011، اولا الواتساب هاد النمره هادي، اولا لي كومونتير في اليوتيوب. هنايا راح كنحاولوا نجاوبكم كاملين، كنسمعوا ليكم كاملين، وكنتواصلوا معكم كاملين. نتوما تواصلوا معنا باش حنا نتواصلوا معكم. عندك شقه فيلا دار الطبقات تبيعها ولا تكريها، تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير. خوتي وخواتاتي الله يسهل عليكم كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم، يفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا رب. وقولوا امين ونهاركم مبروك.